عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، موعدنا النهاردة حل كتاب جيم الأضواء 2023 بيج 16. نبدأ بسم الله. listen and complete، استمع وأكمل. between أماني أماني ومان من الرجل بيقول hello hello أهلا، how can I help you، كيف يمكنني مساعدتك. فأماني قالت له hi أهلا، what are your hours، what are your hours، ما أوقات عملكم. يبقى الكلمة الناقصة هنا اللي هي hours يعني أوقات أو ساعات. حرف ال H هنا لا ينطق. number عندي man، we are open space 9 a.m. to 7 p.m. يبقى we are open from من 9 إلى 7، from معناها من. أماني are you open on Fridays، are you open on Fridays، هل المتحف مفتوح في أيام الجمعة. يبقى الكلمة الناقصة هنا Fridays. Man, yes, we are open daily. We are open daily. نحن نفتح يوميا. Daily يعني يوميا. Amani, thanks for your help. Thanks for your help. يعني شكرا على مساعدة. Page number 17. طبعا هنا ده نص استماع موجود ومجاب عنه في 200 صفحة 253. Number 2، choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1، what are your hours؟ طبعا الكلمة الناقصة هي hours اللي هي أوقات أو ساعات العمل. فرد عليه قال له from 7 a.m. to 9 p.m. Number 2، space you open on Fridays. الإجابة الصحيحة هي are، لأن طبعا هي الR الإجابة الصحيحة. Are you open on Fridays؟ هل المتحف مفتوح في أيام الجمعة؟ أما does بتيجي مع شي وهي وقت في المضارع البسيط. وعندي was هنا بتيجي مع الشي والـ it في الماضي البسيط، و is بتيجي مع الشي واللي هو الـ it. طبعا الفاعل هنا you جم بيجي مع are. Are you open on Fridays؟ Number 3، how space does it cost to get in؟ عايز أقول كم تكلفة الدخول أو السعر اللي هو how much. Number 4، it's 20 pounds space foreigners، للأجانب يبقى 4 معناها لل. الإجابة الصحيحة 4. Number 5، we were open space 10 a.m. to 7 p.m. يبقى from معناها من. Number 6، have not day، يعني عايز اقول اتمنى لك يوم لطيف. Have a nice day. Have a nice day يعني اتمنى لك يوم لطيف او جميل. Number 7، how can I help you. How can I help you. الاجابة صحيحة help يعني يساعد، كيف يمكنني مساعدتك. Number 8، عندي where open space except on holidays، ما عدا الاجازات. طبعا احنا بنفتح يوميا ما عدا الاجازات. الاجابه الصحيحه هنا daily يعني يوميا. day معناها يوم. عندي هنا diary يعني مفكره يوميه. ديري منتجات الالبان. بيج 18، read the passage and answer the question، اقرا الفقره واجب عن الاسئله. last week Hoda and her father went to the Egyptian museum. Her father went to the Egyptian Museum in Cairo. ذهبوا للمتحف المصري في القاهرة. It's open daily from 9 a.m. to 7 p.m. يفتح من 9 إلى 7. It's not expensive to get in. يعني تكلفة الدخول مش غالية. It's 2 pounds for Egyptian. ب2 جنيه للمصريين. And 20 pounds for foreigners. يعني بكام؟ ب20 جنيه للأجانب. Children under 5 are free. يعني الأطفال دون الخامسة مجانا. They saw the statues and entered the mummy rooms. يعني هم رأوا التماثيل اللي هي statues and entered ودخلوا the mummy rooms اللي هي غرفة المومياوات. It's a nice place. إنه مكان لطيف. They spent a nice time there. يعني هم قضوا وقت لطيف هناك. They will go there again and again. يعني هم يروحوا هناك مرات ومرات. عندي هنا A، choose the correct answer from A, B, C, D or D. Number 1، Hoda went to the Egyptian Museum with her. يعني هدى ذهبت إلى المتحف المصري مع مين؟ مع her father، والدها. Number 2، it costs space يعني تكلفة الدخول for foreigners to get in كام؟ تكلفة الدخول للأجانب كام؟ يبقى هنا 20 pounds for foreigner to get in، 20 جنيه للأجانب. السؤال الأولاني، answer the following question. What are the museum hours؟ ما هي أوقات عمل المتحف؟ طبعا من القطع عندنا هنا أوقات العمل المتحف هي الإجابة هي from 9 a.m. to 7 p.m. from 9 a.m. to 7 p.m. عندي number 4، what can you do at the museum؟ ماذا نستطيع أن نفعل في المتحف؟ طبعا الإجابة من القطعة
we see احنا او we saw the statues، احنا شفنا التماثيل. and entered the mummy room، ودخلنا الى غرفة المومياوات. يعني we can see، نحن او لقد او استطعنا رؤية statues التماثيل. and entered the mummy rooms. عندي punctuate the following، طبعا عندنا هنا السؤال بيبدأ بحرف كابيتال وينتهي بكويشن مارك، لان ده سؤال. What are your hours، ما هي اوقات عملكم. Number 2 we're open on Fridays، يعني احنا بنفتح في ايام الجمعة. طبعا نبدأ الجملة بحرف كابيتال. طبعا هنا ايام الجمعة دي من ايام الاسبوع، طبعا بتبدأ بحرف كابيتال. Page number 19 listen and complete. فاطمة ونهى where are you going، يعني أين ستذهبين. فقالت لها I am going to the Egyptian museum، يعني أنا سوف أذهب إلى المتحف المصري. يبقى كلمة museum هي الناقصة في المحادثة. فاطمة how much does it cost to get in، يعني كم تكلفة الدخول. يبقى cost هي معناها تكلف. نهى it's 2 pounds for adults، it's 2 pounds for adults، يعني بدناها ب2 جنيه للبالغين او الكبار. يعني فاطمه does that include the mummy rooms، does that include the mummy rooms، هل ذلك يشمل. يشمل يعني include the mummy rooms اللي هي حجره المومياوات. فنهى قالت لها no it doesn't. Number 2 circle the odd word and replace it with a correct one، يعني ضع دائره حول الكلمه المختلفه واستبدلها بواحده صحيح. Number 1 Sunday holiday Friday Thursday، طبعا كل دول ايام الاسبوع. الكلمه المختلفه هنا holiday يعني اجازه، نحط مكانه Monday Saturday، اي يوم من ايام الاسبوع. Number 2 cost يتكلف museum متحف. help يساعد، get معناها يحصل. طبعا هنا كل دول verbs افعال. museum ده ايه طبعا اسم، يبقى نحط eat play walk، كل دي افعال. Number 3 include يشمل school مدرسة museum متحف library أو library اللي هي مكتبة، كل دول أماكن. include معناها يشمل. the verb يبقى نحط مكانه club bank أي مكان، theater مسرح أي مكان. Number 4 good معناها جيد، thank معناها يشكر، nice جميل، free مجانا، كل دول صفات. أما thank معناها the verb، يشكر معناها يفعل، يشكر، يبقى نحط مكانه bad tall nice ugly أي صفة من الصفات. Number 5 foreigners أجانب، Egyptians دولة مصريين، adults بالغين، كل دولة أسماء جمع. mummy اللي هي طبعا اللي هي غرفة اللي هي بتاعت المومياوات، مومية، نحط مكانهم parents الوالدين، حاجة جمع يعني اسم جمع. ممكن نقول mummy rooms اللي هي غرفة المومياوات. طبعا rearrange the following words to make correct sentence، طبعا رتب الكلمات عشان نعمل جمل صحيحة. Are you open on Sundays؟ هل المتحف مفتوح في أيام الأحد؟ Are you open on Sundays؟ Number 2 نبدأ الفاعل we visited the Egyptian museum yesterday، يعني إحنا زرنا المتحف المصري أمس. نبدأ الفاعل we، كده الفاعل visited، نكمل الجملة. We visited the Egyptian museum yesterday. Page 26. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1. Last week I went to the space to get a haircut. أنا بنروح، طبعا بنروح فين عشان نحصل على قصة شعر. اللي جابها صحيحة باربرز شوب، يعني محل الحلاقة. Number 2. Yesterday my mother went to the space to take the train. عشان تاخد القطار. تاخد القطار طبعا من train station محطة القطار. Number 3. Are you space on Sundays؟ Are you open؟ هذا مصدر الفعل. Are you open on Sundays؟ هل المتحف مفتوح في أيام الأحد؟ Number 4 space careful the bags are heavy، يعني الحقائب تكون ثقيلة. طبعا ده تحذير، بيبدأ دايما بالفعل في المصدر. Be careful يعني كن حريص، الحقائب تكون ثقيلة. Number 2 circle the odd word and replace it with a correct one، يعني ضع دائرة حول الكلمة المختلفة واستبدلها بواحدة صحيحة. Number 1 hotel ده فندق، adult معناها بالغ، post office اللي هو مكتب البريد، bank كل دول اماكن. نحط كلمة مختلفة اللي هي adult معناها بالغ او راشد، نحط مكانهم مكان school، نحط مكانهم theater اي مكان. Number 2 lunch غداء، above معناها اعلى، near معناها بالقرب من، in front of اللي هي امام، كل دول حروف جر خاصين بالمكان. الكلمة المختلفة هنا lunch، نحط مكانهم next to
behind, beside. كل دي حروف جر خاصة بالمكان. Number three, doctor اللي هو دكتور. Barber اللي هو حلاق. Bakery اللي هو المخبز. Teacher اللي هو معلم أو مدرس. كل دول وظائف، لأن bakery هنا مخبز. يبقى أنا عايز ممكن ناخدها مثلا، ناخد منها أكتب baker اللي هو الخباز. Baker خباز. أو ممكن نقول vet طبيب بيطري. Number three, rearrange the following words to make correct sentence. أعد ترتيب الكلمات الآتية تكون جمل صحيحة. هنرتب هنا it's 1 pound for adults. إنها باتنين جنيه للبالغين. It's one pound for adults. Number two, can we see the show? هل يمكننا نرى العرض؟ Can we see the show? أدي عندنا كان والفاعل والفعل في المصدر وبقيه الجمله. كان وي سي ذا شو، هل يمكن ان نرى العرض. نمبر 4 طبعا دي ترقيم. نبدا نمبر 1، حرف السين يعمله كابيتال، نحط علامه استفهام لان كان بمعنى هل، ده سؤال. يبقى نمبر 2 عندي هنا طبعا نبدا الجمله بحرف كابيتال، بما انها جمله خبريه نحط فول ستوب. بيج 27 ليسن اند سيركل، طبعا ده نص استماع ومجاب عنه في 253. Number two, choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, I went to the space and borrowed some books. ونستعير أو نستلف أو استلفت بعض الكتب. نستلفها منين طبعا؟ نزلت لي واستلفت بعض الكتب. طبعا الكلام دوت من library أو library اللي هي المكتبة. Number two, I went to the space to send a letter عشان نرسل الخطاب. طبعا الكلام ده أنا بنروح، أنا بنذهب إلى البوست أوفيس اللي هو مكتب البريد. Number three, can we speed the show؟ عندي كان يبقى عايز المصدر على طول. Can we see the show؟ هل يمكن أن نرى العرض؟ الشور بالتأكيد. Number four, let space help you. طبعا عندي let يأتي بعد منها ضمير مفعول وبعدها الفعل في المصدر. Let me help you، هل يمكن دعني أساعدك. Let me help you يعني دعني أساعدك. عندي أي ضمير فاعل، my ضمير ملكية يأتي في آخر الجملة. Me هو الإجابة الصحيحة، ده ضمير مفعول اللي هو النوني في آخر الكلام، كل ما يعود علي فهو me. اما ماي صفة ملكية تعود علي يأتي بعد منها اسم. طبعا نمبر 3 باراجراف مكون من 4 جمل. طبعا كتبنا هنا عشان وقت الفيديو ما نطولش على حضراتكم. Places we go in town، اماكن نذهب اليها في المدينة. There are many places we go in town، يوجد اماكن كثيرة نذهب اليها في المدينة. We go to the library to read and borrow books. طبعا احنا بنذهب الى المكتبة عشان لكي نقرا ونستعير الكتب. We go to the post office، احنا بنروح post office اللي هو مكتب البريد to send letters عشان نرسل الخطابات. We go to the bakers، احنا نذهب الى البيكرز اللي هو المخبز to buy bread عشان طبعا لكي نشتري الخبز. We go to the theater، احنا بنروح او theater اللي هو المسرح to see عشان نرى الشو اللي هو العرض. We go to the hospital، احنا بنذهب للمستشفى. When we are ill، لما نكون مرضى او تعبانين. Page 32 listen and repeat then practice with a partner، طبعا استمع وردد ثم تدرب مع زميل. طبعا ده للسؤال او اعطاء معلومات عن اماكن كانت موجودة في زمن الماضي باستخدام was there بمعنى هل كان يوجد. هل كان يوجد، عندي هنا was there قاعدة بتقول was there a او a or an زائد مكان هو place مكان زائد حرف جر خاص بالمكان زائد زائد مكان اخر وquestion mark. تعالى كده نشوف الحل. نمبر 2 عندي هنا طبعا مديني هنا المفروض انا was there، was الناقصة طبعا لانه هو مكان مفرد. train station المحطة يبقى was انه مكان مفرد. was there a وبعدين train station محطة القطار. وبعد كده حرف الجر اللي هو behind وبعدين the والمكان التاني اللي هو the hotel. Was there a train station behind the hotel? Yes. مين اجدني yes؟ يبقى yes there was. نعم كان يوجد. Number three هنا طبعا مديني pavement رصيف و in front of امام bridge اللي هو الكوبري. يبقى نبدأ ب was there a pavement يعني كان يوجد رصيف in front of امام the bridge الكوبري. الإجابة هنا طبعا مديني no، يبقى no there wasn't. نعمل ميك سيزر، ننزل الأول there وبعدين ننزل was وعشان في نون نحط نط. تاني تحت هنا بديني برضو نفس القصة باربرز شوب محل حلاقة. نير معناها بالقرب من، بوست اوفيس يعني مكتب البريد، وطبعا مديني ياس بمعنى نعم.
يبقى نبدأ بواز ذير آ وبعد كده المكان الأولاني واز ذير آ، بعد بتقول واز ذير آ المكان الأولاني اللي هو باربرز شوب اللي هو محل الحلاقة، وبعدين حرف جر خاص بالمكان اللي هو نير، وبعدين ذا، وبعدين المكان التاني اللي هو ذا بوست اوفيس. الإجابة بياس. ننزل زير يعني ميك سيزر، نعمل عملية المقص، ننزل زير الأول وبعدين واز، وعشان يز زير واز نعم كان يوجد. بيج 33 was there a school across from the hotel؟ هل كان يوجد مدرسة في الجهة المقابلة أو المقابلة للأوتيل؟ نو، يبقى تم هنا جاوب نو، يبقى نعمل ميك سيزر، ننزل زير وبعدين ننزل واز، وعشان في نو نحط نوت. نمبر 6 اديني هنا طبعا نفس القصة من جوه، هو مديني سؤال ومديني نو، يبقى نجاوب نو، نكتب نو، ننزل زير وبعدين واز، وبعدين عشان في عندي نو نحط نوت، يبقى نو ذير wasn't أو wasn't. نمبر 7 was there a hotel above the barber's shop؟ هل كان يوجد فندق أعلى barber's shop اللي هو محل الحلاقة؟ طبعا مديني yes yes، نعمل ميك سيزر أو مقص، نزل زير وبعدين was yes زير was نعم كان يوجد. طبعا هنا مديني النهار، مديني pavement رصيف، مديني behind خلفة، ومديني theater اللي هو مسرح، مديني مكانين وحرف جر، ومديني no اللي هي بمعنى لا. نبدأ الجملة، القاعدة بتقول عندي was there a، was there a المكان الأولاني اللي هو pavement، نكتب pavement، بعد كده حرف جر خاص بالمكان اللي هو behind، وبعدين the، وبعدين المكان الأخراني اللي هو theater أو theater اللي هو المسرح، و question mark، نجاوب no no، نزل زير وبعدين was، وبعدين عشان في no نحط not. Page 35 choose the correct answer from A B C or D. Number 1 you can borrow books from the school space، يمكنك أو يمكننا أن نستعير الكتب من مكتبة المدرسة اللي هي school library أو library. Number 2 there is space a restaurant near my house but now it's closed، لكن الآن أغلقت، يبقى هنا طبعا restaurant مطعم مفرد، يبقى there was كان يوجد. Number 3 there is a train space near the bank، بالقرب من البنك، train إيه طبعا station، يعني كان يوجد محطة قطار بالقرب من البنك. Number 4 was there a bank next to the library، هل كان يوجد بنك بالقرب او بالجوار المكتبه؟ هنا مديني نو نو ذير، ونحط واز ونحط نط، ما دام السؤال بواز يبقى نو ذير wasn't، لا لم يكن يوجد. نمبر 2 read and the read the passage and answer the question، طبعا نقرا الفقره. عندي هنا my name is عمر صالح، I go to school on foot، امشي سيرا على الاقدام، my school is near my house، يعني مدرستي بالقرب من منزلي، there is a post office near my house، كان يوجد أو يوجد مكتب بريد بالقرب من مدرستي، the train station is across from the school، يعني محطة القطار في الجهة المقابلة للمدرسة، I see many trains every day، أنا أرى العديد من القطارات كل يوم، there is a library in my school، يوجد مكتبة في مدرستي، it's near the art room، إنها قريبة من حجرة التربية الفنية أو الرسم. I always go there with my friends، أنا دايما بروح هناك مع أصدقائي. I like reading comic books، أنا أحب قراءة الكتب الكوميدية. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 عمر's school، مدرسة عمر، is space his house، من منزله طبعا، between عايزة مكان ومكان، near هي الإجابة الصحيحة، طيب far ما تنفعش لأنها طبعا هي قريبة من منزله، next عايزة to، يبقى الإجابة الصحيحة هنا إيه؟ near يعني قرب من إيه؟ his house منزله. Number 2 عمر's favorite hobby، يعني هوايته بتكون طبعا القراءة، reading القراءة طبعا، ليه؟ لأن هو بيقول I like reading comic books، أحب قراءة الكتب الكوميدية. Number B answer the following question، طبعا how does عمر go to school؟ كيف يذهب عمر المدرسة؟ طبعا إيه؟ on foot يعني سيرا على الأقدام. Number 4 where is the library، يعني أين تكون المكتبة؟ طبعا هو من الكلام إن هي it's near the art room، إنها قريبة من حجرة التربية الفنية. Page 36 طبعا ده إيميل مكون من 7 جمل، طبعا بيقول لك write an email to your friend إيمان، طبعا الاسم اللي بعد your friend كتب عندي to، نبدأ ندور على الإيميل بتاع إيمان، إيمان at student أو student.com، ده بينكتب عند 2، نبدأ ندور عند 2، نكتب ايمان at student.com. To tell her، تخبرها about، دايما على طول الموضوع بعد كلمة about، الموضوع بعد كلمة about، your تحول إلى my، هيبقى الموضوع اللي هو subject بعد كلمة about، my
visit to the Egyptian Museum يعني زيارتي إلى المتحف المصري. ده ينكتب عندي إيه؟ عند السبجكت الموضوع. My visit to the Egyptian Museum زيارتي إلى المتحف المصري. بعد كده your name أنت اسمك سارة إيه؟ اسمك أو اسمك هنا في الإيميل سارة. نبدأ ندور على إيميل سارة. الإيميل ده يبقى اسمك أنت طبعا، هيبقى منك أنت، أنت الراسي. هينحط عند كلمة from. الاسم اللي بعد your name هينحط عند from. الاسم بعد your name هنحط عند ايه؟ from. نبدأ ندور على الايميل، البريد الالكتروني بتاع سارة، سارة at student او student dot com. ده نبدأ نحطه عند from. بعد كده نبدأ دير عزيزي او عزيزتي ايمان، وبعد كده نكتب جملتين افتتاحيتين. how are you يعني اهلا، ممكن يكون how are you and your family يعني كيف حالك وحال عائلتك. I am happy to write to you، أنا سعيد إن أكتب لك. وأبدأ أكتب عن المتحف المصري. Yesterday أمس I went to the Egyptian Museum. Yesterday يعني أمس أنا ذهبت إلى المتحف المصري. With my family يعني عائلتي. We went by bus، ذهبنا بواسطة الباص. It costs 5 pounds for Egyptians يعني تكلفة الدخول للمصريين 5 جنيهات أو 2 جنيه. And 20 pounds for foreigners يعني و20 جنيه للأجانب. We entered the mummy rooms يعني احنا دخلنا حجرة المومياوات. It was really great، لقد كان حقا عظيم. We spent a nice time there يعني قضينا وقت لطيف هناك. It's a nice place، إنه مكان لطيف. وأبدأ أختم أختم الخطاب بتاعي. See you soon، أراك قريبا. Yours المخلص أو المخلصة سارة. عندي هنا rearrange طبعا رتب الجمل. طبعا عندنا القاعدة بتقول was there a، وبعد كده مكان وحرف جر the مكان تاني. يبقى الجملة هتكون was there a theater beside the hotel، هل كان يوجد مسرح بجانب الأوتيل. beside معناها بجانب. Number two هنا طبعا هنبدأ الأول ب there wasn't a، there wasn't a، لم يكن يوجد a hotel يعني فندق above أعلى the bank. There wasn't a hotel above the bank، لم يكن يوجد أوتيل أعلى البنك. Page 37 listen and circle، طبعا ده نص استماع ومجاب عنه في صفحة 253. طبعا هم دول اجابتين ومنهم سؤالين، هو بيقرا عليك سؤال واجابه وانت بتشوف الاجابه صح فين وبتحط عليها دايره، وكذلك الامر في موضوع السؤالين، هو بيقرا عليك سؤال واجابه وانت بتشوف السؤال الصحيح فين وبتحط عليه سيركل. نمبر 2 choose the correct answer from A B or C or D. نمبر 1 I go to the space shop to get a haircut، انا بروح فين عشان نحصل على قصه شعر. طبعا الكلام ده في الباربرز اللي هو محل الحلاقه. Number 2 was there a، يبقى انا عايز مكان مفرد behind بخلف the theater اللي هو الايه المسرح. banks اللي هو طبعا ده اسم جمع، بنوك، schools مدارس، hotels اللي هم فنادق، bakery اللي هو مخبز، ده مفرد. الاجابه الصحيحه bakery، كان يوجد مخبز بجانب او behind خلف المسرح. Number 3 space there a pavement رصيف in front of amam the school المدرسه last year الاسبوع الماضي. هل كان، يبقى السؤال طبعا عندي هنا a pavement رصيف ده مفرد، يبقى نسأل بواس was there a pavement، هل كان يوجد رصيف pavement رصيف in front of أمام المدرسة last year الأسبوع الماضي العام الماضي. Number 4 we can see shows at space، طبعا يمكن رؤية العروض في طبعا فين theater اللي هو المسرح. عندي هنا بانكيت ويت، طبعا نبدا الجمله بتبدا بحرف كابيتال، وبما انها طبعا ده سؤال حط كويستشن مارك. الجمله اللي بعد منها طبعا بنبدا الجمله بحرف كابيتال الواي، وبعد كده نبدا نبص عندنا ياس نحط هنا اللي هي القامه السفليه. وبكده طبعا نكون وصلنا لنهايه الفيديو باذن الله تعالى. اتمنى يا رب يكون الفيديو اعجب حضراتكم. إلى لقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.